بعد شيء دهرين هلا من المؤتمر تبع الاكس بوكس 1، وبصراحه عن جد وعدونا هالسنه انه حيكونوا كل شيء حيركزوا عليه هو الفيديو جيمز والجيمز، وبصراحه 90 دقيقه من تريلر ورا تريلر ورا تريلر، يعني ما عرفوا كيف بده يعوضوا على السنين الماضيه قد ما كانوا دائما عم بيحكوا على السيرفيسز نتفليكس، هلا صار فيكم تحضروا اي اس بي ان، ما بحدا فارق معه هالسنه كلياته على الجيمز. فرجونا كثير تريلرز جديد، فرجونا كيف هيلو جارديانز حيصير اوبن بيتا تاعها جديده، كل العاب الهيلو حتكون موجوده بالماستر تشيف كولكشن اللي حتكون متواجده تلعبوها كلياتها على الاكس بوكس 1 ان هاي ديفينيشن، وحيكون في كل الخرائط موجوده كمان. ما عليكم اللي يقول على الحين ما يصدقوا شيء انا بقول هو يا من نينتندو شو؟ لا هذا صديقنا ديمتري. ديمتري what was your favorite game for the Xbox during the Xbox brief? I think Spark. Project Spark? Just because of me? Yes, only for you. No, really, my favorite one is the Division. The Division. It looks very good. Yeah, they're doing a lot of emphasis on multiplayer this year. Everything is big. But it would have been nice if we have seen a little bit of local multiplayer that is we are missing for so many years. Huh? What do you mean? Meaning a little bit of split screen. I agree. ديمتري ما حاب الشغل عم بقول كان لازم يركزوا كمان على المالتي بلاير الاوف لاين، مالتي بلاير الهوت سيت اللي ما ركزوا عليه كلهم عم بيشتغلوا على الاونلاين مالتي بلاير، وهذا الشيء عن جد انا بوافق فيه، شوي محزن لازم يشتغلوا على المالتي بلاير بالغرفه ذاتها. مالتي بلاير از نايس، بس اف يو كان هاف يور فريندز ات ذا سيم تايم ان ذا سيم بليس بلاينج مالتي بلاير از ايفن بيتر. ابسولوتلي ما في احلى من انه تلعبوا مع اصحابكم بالاوضه بالغرفه ذاتها. اوكي سو هاي جيمر سلوت، نحن هلا طريقنا على الكترونيك رايدر توم رايدر توم رايدر وعلى توم رايدر توم رايدر توم رايدر جديد، شفنا التريلر تاع جي تمام فعلا شكلها فظيعه، خلينا نتابعونا لكل التطورات.